السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبالكم فكرة حلوة وسهلة هنعيد فيها تدوير الكتب القديمة بتاعتنا بتاعت الترم الأولاني، بدل ما نرميها بقى، أو يعني هي كده كده متقطعة، يعني مينفعش حد تاني ياخدها، فهنعيد تدويرها. وأي برضو هدوم قديمة عندك مش عايزاها برضو بدل ما تترمي هنعيد تدويرها إن شاء الله. زي ما انتم شايفين بجيب ورقة الكتاب من النص كده وخلة من بتاعة الشيش طاووق والف الورقة كده عليها زي ما انتم شايفين كده، والزق طرفها بالشمع عشان ما يفكش معايا. بعدين بطلع الخلة من الورقة، بتبقى عود كده زي العصاية كده، وبتبقى جامدة يعني ما بتتكسرش يعني، اهو زي ما انتو شايفين. ولو ما عندكيش ورقة من النص من بتاعة كتاب، ممكن ورقة فردانية كده برضو هتعمل عود صغير. الفكرة دي كمان بتتعمل بورق الجرايد، لو عندك ورق جرايد برضو بدل ما يترمى ممكن نعمله بيه. فكرة دي حلوة يعني ولذيذة، وفي الاخر بتدي شكل حلو برضو كده، وبنلزق الطرف من الاخر بالشم وبنطلع الخلة منه زي ما انتوا شايفين كده. انا عملت اتنين قدامكم كده، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، وانا عاملة كمية من قبل الفيديو عشان اعمل بيها الفكرة بتاعت النهاردة. هي دي كمية من الورق الكبير، ودي كمية من الورق الصغير، والاتنين زي بعض يعني مش هيفرق كتير، كبير او صغير برضه هينفع في الفكرة بتاعتنا. بس انا حبيت اوريكم يعني ايه لو في ورقة كبيرة او في ورقة صغيرة برضه نستغلها، ما نرميهاش يعني، مفيش مشكلة. عندك بقى اي صندوق، علبة كرتونة، علبة شوز ما ترميهاش، ده يعني ده صندوق صغير بتاع شيبسي عايزة اعمله منظم، احط فيه شوية حاجات، عايزة احط فيه مثلا احطه في المكتبة، احط فيه كتب، احط فيه اي حاجة، بدل ما يبقى صندوق كده شكله مش حلو، احنا هنخلي شكله حلو بالفكرة اللي احنا هنعملها دلوقتي. بس نثبته حلو كده من تحت عشان ما يفكش بالشم، زي ما انتوا شايفين كده بنثبته كويس من الشمع من بره ومن جوه، يعني انا كده من بره وبقلبه وبثبته برضو من جوه كويس، بحيث ان هو ما يفكش منك بعد كده، يعني لو حاطه فيه حاجه تقيله او حاجه ما يفكش. والجناب كده كده هتجمد بالورق اللي احنا عاملينه ده، هتبقى جامده وماسكه نفسها، مش هتبقى. بعد ما ثبته بجيب بقى الاعواد اللي انا عملتها من الورق بمسدس الشمع، وابدا الزق واحده فوق واحده كده زي ما انتوا شايفين، واحده فوق واحده لغايه ما اطلع لفوق. بس مش يعني مش هكمل للاخر، يعني هسيب يعني ايه ربع الصندوق من فوق كده ما لهوش الاعواد دي، وبدخل واحده في واحده، ادخل واحده في واحده كده لغايه ما اكمل الصندوق من الاول للاخر كده زي ما انتوا شايفين كده. وبلزق برضو بالشمع اهو، برضو في الطرف التاني هدخل واحدة تانية واكمل، وهكذا اهو. يا رب بس الفكرة تكون واصلة لكم، هي سهلة والله مش محتاجة يعني اي مجهود. عودي تسلي انتي واولادك كده بالكتب بدل ما تترمي اهو زي ما انتوا شايفين، واحدة فوق واحدة فوق واحدة اهو. وانا مش هعملها للاخر، مش هعمل الصندوق للاخر فوق يعني، بسيب منه ايه حتة كده مش متغطية بالورق اللي انا عاملاه ده. الفكرة سهلة وبسيطة ومش محتاجة وقت ان شاء الله، يعني هتتنفذ معاكي بسرعة، في الاخر هتديكي منظم شكله حلو وشيك. انا عملت لكم كذا فكره بالصناديق اللي هي الخشب قبل كده، النهارده بقى بالصندوق الكرتون. خلصتها، بعد ما خلصتها بجيب بقى اي قماشه قديمه عندي، هدوم هتترمي، اي حاجه زي ما انت عايزه، بطبق الطرف كده من بره، والحته بقى اللي انا سايباها فاضيه بتنيها كده اهو، وبلزق بالشمع على جميع الاطراف، وطبعا من جوه بغلفه من جوه، وبطلع من الطرف شويه من بره كده زي ما انتم شايفين، وبلزقه كويس عشان ما يفكش مني. ودي النتيجه النهائيه اهو، من جوه منغلف وشكله حلو، ومن بره برضو بالورق منظم شكله حلو وشيك وعملي جدا وجامد، مش هيتقطع معاكي ما تقلقيش.
وفكرة حلوة. أنا شفتها في قناة يعني، أهو حطيته في المكتبة، وحطيت فيه حاجة ابني من كتب، أي حاجة أنت